صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشه التلفزيون المصري من خلال القناه الاولى والفضائيه المصريه. اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. وصباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقه جديده من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقه يوم الخميس نهايه الاسبوع الموافق 6 يوليو 2023. وبما اننا بنتكلم على نهايه الاسبوع، ونهايه الاسبوع موجوده في فصل الصيف تحديدا اللي خلاص بقى الناس كلها بدات اللي هي تستعد للمصيف والبحر والهواء. ولما بنتكلم على المصيف اعتقد ان كل يعني عارف ان المصيف بيرتبط اكتر بامتحانات الثانويه العامه وانتهاء طلاب الثانويه العامه من الامتحانات، وده يحصل ان شاء الله الخميس القادم بمشيئه المولى عز وجل. يا رب يعني يكرم كل اخواتنا في الثانويه العامه ويسهل لهم كده الصعب. لكن سؤالنا النهارده بيقول ايه اول مصيف طلعته زمان وكان فين ومع مين؟ منا ذكرياتك مع المصيف. ما كانش عندي اماكن مختلفه بنروحها يا عبد الصمد، احنا كنا متعودين نخلص نروح نقعد في العجمي لغايه ما قبل ما الدراسه تخلص قبل ما الدراسه تبتدي نرجع تاني. ما كانش في كنا بنروح نقعد في بيتنا، فما كانش خلي بالك العجمي ده برضو اللي كان بيطلعوا وقتها يعني كانوا العمد يعني مش حاجه سهله برضو. صباح الخير يا عبد الصمد، بدايه ازيك يا عبد الصمد؟ لا انا بالنسبه لي المصيف مصيف يعني ما فيش بقى الحاجات اللي هي الطيب والشرير بتاعت اليومين دول. لا 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 لا، بالنسبة موترة جدا. مصيف بحر هوا كرسي تشديه على البلاج او على الشط وتقعدي كده عارفه مديتيشن استجمام. انا احكي لك ذكريات المصيف مش احكي لك مكان المصيف. ذكريات المصيف دي احنا كنا كلنا يعني بيوتنا جنب بعض في نفس الشارع، احنا وعمتي وخالي ولاد عمتي ولاد عمتي ولاد عمتي وولاد عمامه وولاد خلان ولاد خالي. وبص كنا عيال كتير قوي كده ما بيتعدوش، وكنا نروح في البيت عند جدي ربنا يرحمه رحمه واسعه. فكان بقى بالذات العيد بدايه السفر كان بيبقى العيد مرتبط العيد الكبير بالسفر الاسكندريه او للعجمي. وبعدين بقى كان بيبقى فيه طقوس، بنفطر في بيت جد من الجدود وبنتغدى في بيت جد تاني من الجدود. وكان جدي بقى عشان ما نفضلش نبهدل ونفضل داخلين خارجين في البيوت كان يحط لنا صندوق بيبسي بره ولا اي نوع من انواع المشروبات الغازيه، يعني كان يحطها لنا بره عشان ما نفضلش داخلين خارجين نبهدل البيت ونبهدل الثلاجه. العبوا بره يا اولاد. لا مش لعبوا، ما تدخلوش هنا، ما لا تقتربوا، ادخلوا وقت النوم. وكان بقى ما كناش بنبقى عارفين يعني عاوز هدوء برضه يعني. وبعدين ما كناش بنبقى عارفين مين بيته فين ايه، يعني احنا داخلين اي على بيت فكرة خلاص. ده اهم ما يميز المصيف، كل الاطفال كانوا موجودين. نتغدى بسرعه ونروح الصبح بدري، نصحى مع والدي وجوز عمتي نروح اللسان نصطاد سمك. الصبح الصبح بدري كنت بتنزلي البحر انت اول ما في تقاليع ماشيه اليومين دول؟ عارفه الناس ما بتنزلش البحر غير العصر اللي هم الساعتين بتوع العصر للمغرب. ده الساحر الشرير. لا على فكره ده كل اغلب الناس دلوقتي كده، بس هو صحيا لكن انا فاكر طبعاً. ان احنا لما كنا موجودين على ايامي وعلى ايامي دي كان المصيف منحصر في اماكن بعينها، يعني كان المصيف في اسكندريه زي ما انت طبعا عاوزه ترتقي شويه. مش هقول طب عشان ما تقوليش ان انت فهمتي اللي مش هقول عجمي خالص خلاص. لكن عندك الناحيه الثانيه لو سبت اسكندريه وعروس البحر الابيض المتوسط اطلعي بقى المصيف بتاع بس مطروح. كان نص الصيف العجمي نص الصيف المتوسط. المصيف بتاع مطروح وبتاع جمصه. ما انا من الناس اللي اتربيت على الحاجات دي على فكره. انا فاكر اللي انا اول مصيف ليا طبعا كان اسكندريه. وفاكر اللي انا رحت جمصه ورحت مطروح مره يوم ما يعني ما اقدرش انساه لان كان رحله مختلفه طويله وفي أيوة. نفس الوقت طويله سفر عارف، حسيت ان انا سافرت. وبعدين كنت ساعتها صغير حسيت ان انا سافرت، وزي ما انت ما قلت كانت معانا ساعتها عمتي الله يرحمها وولاد عمي. ايوه مفيش حاجه اسمها كلنا ناس طالعه لوحدها، ده كتير هو جدا. هو دي ميزه المصيف أطفال. اللي انت بتجمعي الاهل كلهم وبتقعدوا كلكم ممكن في بيت واحد، وزي ما بيقولوا حصيره الصيف واسعه. مفيش حاجه اسمها نقعد مثلا في شاليه ثلاث ادوار ولا فيلا ثلاث خالص، انت ايا مكان المكان هو وقت النوم هي ساعتين ثلاثة اللي بننامهم في المصيف، والباقي كله بيستغل الوقت. تصحي الساعة 9 الصبح تروحي المصيف بتاعك. لا ما كانش في 9 الصبح، ده كنا بنصحى بدري عشان بنروح اللسان عشان نصطاد. كنا نصطاد سمك. انت قلت ايه بنصحى ايه؟ مياس. بنصحى أنا ايه؟ انا فاكرة كويس قوي. بنصحى بدري. وهو السمك ده اللي بنرجع نجيبه علشان بنتغدى بيه. وفي الوقت ده بقى نكون احنا في البحر من غير بقى لا سان بلوك ولا انت كنت عاملين نشاط اقتصادي. لا كان في حاجات بتحصل، نفضل قاعدين طول النهار نرجع نستحمى نجري نتسابق مين اللي هيدخل الدوش الاول وينزل الرمله بسرعه. دي بقى فقره بقى دي ذكرى من الذكريات.
كان علشان البيت كان بيبقى كبير قوي او العدد اللي قاعد في البيت كبير قوي، فهو بيبقى فيه حمام او اتنين. فتلاقي الناس كلها بتتهافت وتتصارع عارفه مين اللي هيدخل الاول، وفقره الخناقه وفقره ان واحد ممكن يتسرسب كده من الشط يعني بشويش من غير ما حد ياخد باله علشان يروح يلحق بسرعه ايه ياخد الشاور علشان يستعد للغدا. فهي دي لا مش عشان يستعد للغدا، الحاجات البسيطه عشان يستعد لفقره العجل بالليل والزلابية والفطير بالسكر. صح انت كده، لا لا انت كده الذاكره عندك ما شاء الله يعني بتنشطيها لي. لا عارفه كنا بنستمتع بابسط حاجه موجوده، كنت بتستمتعي من لا شيء، هو ده فكره المصيف، ان انت طالعه باقل الامكانيات اللي موجوده بتحاولي ان انت تعملي ريفرشمنت لنفسك او اعاده تنشيط كده لنفسك في فتره الشهور اللي هي بتاعه الشتاء والدراسه والشغل والارهاق اللي كان موجود طول السنه. كنت تستني شريط عمرو دياب، شريط محمد منير، صح محمد فؤاد، لا محمد فؤاد كان بينزل بعدها، وكان في فتره كده خالد عجاج. شفتي بقى شفتي، لا انا قديم برضه خلي بالك يعني. طيب على اي حال دي ذكرياتي انا ومنا مع المصيف، لكن عاوزين طبعا يعني مشاركه حضراتكم على سؤال حلقتنا النهارده اللي بيقول اول مصيف طلعته زمان كان فين ومع مين. ده السؤال بتاعنا اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك، ومستنيين حضراتكم تتفاعلوا معانا عليه علشان نستعرضها طوال الحلقه النهارده. انا مستمره معاكم حتى العشرة صباحا. صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.